صباح الخير، النهاردة هنعمل مافن الشوفان والموز. مافن صحي خالي من السكر لأننا استخدمنا عسل نحل، وخالي من الجلوتين لأننا استخدمنا دقيق الشوفان. ينفع جدا لمرضى السكر وللي عاوزين يعملوا دايت. أنا كدينا مليش قوي في المخبوزات الصحية، بس بصراحة في كم وصفة غيروا رأيي تماما. هشارك الوصفات دي معاكم، ودي واحدة منهم. مافن طري وهش طعمه يجنن فوق الرائع. أول حاجة المكونات الجافة: كوباية وثلاث أرباع من دقيق الشوفان، معلقة صغيرة ونص من البيكنج باودر، نص معلقة صغيرة بيكنج سودا، نص معلقة صغيرة قرفة، وربع معلقة صغيرة ملح. هقلب كل المكونات الجافة مع بعض. على فكرة أنا ما اشتريتش دقيق الشوفان، أنا طحنت رقائق الشوفان العادية اللي بنشتريها من السوبر ماركت أو العطار في محضرة الطعام، وحولتها في البيت لدقيق. عندي نص كوباية من الدارك تشوكلت شيبس، هحطها في طبق وهضيف عليها معلقتين كبار من خليط المكونات الجافة اللي احنا عملناه، وهقلبهم مع بعض. الخطوة دي بتخلي رقائق الشوكولاتة متوزعة صح في المافن كله بعد الخبز، مش بتنزل لتحت. بعد كده هجيب 3 موزات مستويين، هقطعهم وههرسهم بالشوكة لحد لما ينعموا قوي. بعد كده هضيف عليهم بيضتين بدرجة حرارة الغرفة واخلطهم مع بعض لحد ما البيض يمتزج مع الموز. بعد كده بقى هضيف نص كوباية من الزيت، ومعلقتين كبار من عسل النحل، ومعلقة صغيرة من الفانيلا، وهقلبهم مع بعض. أنا استخدمت زيت جوز الهند، بس ممكن تستخدموا زيت ذرة أو دوار الشمس زي ما تحبوا. بعد كده هضيف المكونات الجافة على المكونات السائلة وهخلطهم مع بعض لحد لما كل المكونات تمتزج مع بعض. وبعدين لما أوصل للمرحلة دي هضيف الشوكولات اللي احنا عملناه. ممكن بداله نحط عين جمل، مجروش، او اي مكسرات تحبوه. كده الخليط جاهز. هحضر صينية الخبز، احط معلقتين كبار من خليط الكيك في كل كوب، وهزينه بالشوكليت شيبس من فوق. الخبز بيكون على درجة حرارة 180 درجة سلسياس من 25 ل 30 دقيقة، او لحد ما دخل عود خشب ويطلع نظيف. المافن جاهز، مافن صحي من غير تأنيب ضمير واحنا بناكل، ينفع جدا لأصحاب الدايت. بألف هنا، ويا رب أكون أفدتكم. مع السلامة.